بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. القرآن الكريم أسماؤه وأوصافه. نحن نتحدث عن القرآن بمناسبة رمضان باعتبار أن القرآن هو شهر نزل فيه رمضان شهر نزل فيه القرآن. فتعريف القرآن الكريم هو الكلام المعجز. ما معنى المعجز؟ يعني الذي يعجز البشر أن يأتوا مثله، ويأتوا مثله تركيب حروف بمثله علما وعملا وفقها ورصات ونظم الألفاظ ونظم الحروف بشكل لا يستطيع بشر أن يأتي مثله، والكلام المعجز المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. بقول ذا المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم خرج الذي أنزل على الأنبياء السابقين مثل التوراة التي أنزلت على موسى عليه الصلاة والسلام والإنجيل الآخرين. المكتوب في المصاحف، المصاحف التي جمعت في عهد أبي بكر الصديق ثم في عهد عثمان وزعت. المنقول بالتواتر، يعني إذا وصلنا شيء قال واحد هذا آية من القرآن وليست متواترة لا نعتبرها قرآنا. إذا قارئ قرأ بقراءة ولكن القراءة ليست متواترا نسميها شاذة ولا نعتبرها قرآنا. المنقول بالتواتر المتعبد بتلاوته. معنى المتعبد بتلاوته أي يجوز قراءته في الصلاة. فالأحاديث القدسية مثلا هي كلام الله ولكن ليس بمعجز ولا يتعبد فيها، مثل قول الرسول صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أنا عند حسن ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإذا ذكرني عبدي في نفسه ذكرته في نفسي، وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، إلى آخر الحديث. هذا اسمه حديث قدسي، أوله قال الله تعالى. فهذا لا يتعبد بتلاوته، ما بجوز نقرأه في الصلاة وتصح صلاتنا، لا، لأنه ليس بقرآن. فالقرآن يتعبد بتلاوته. والقرآن أيضا نص الرسول صلى الله عليه وسلم على أن عندما تقرأ قرآن كل حرف لك به 10 حسنات. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا أقول ألف لام ميم حرف، إنما ألف حرف ولام حرف وميم حرف، يصير لك 30 حسنة عندما تبدأ سورة البقرة ألف لام ميم. فهذا معنى متعبد بتلاوته. فهذا القرآن له أسماء متعددة الذي أنزله الله سبحانه وتعالى من علمه للأرض على محمد صلى الله عليه وسلم. وعلم الله سبحانه وتعالى في اللوح المحفوظ علم كامل لا يحاط به. فقد قال الله تبارك وتعالى قل لو كان البحر مدادا، يعني حبر، لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. لو أعطينا بحار بحار كما قالت الآية الأخرى من بعد 7 أبحر ما نفذت كلمات الله. فكلمات الله وعلمه لا ينفذ. أما إذا كانت المنقول إلينا ليس متواترا فهذا يمكن إذا كان صح سنده إلى الصحابي الذي قرأ به، ممكن أن نعتبره مثل الحديث، نأخذ منه حكم شرعي ولكن لا يقرأ فيه في الصلاة ولا يعتبر قرآنا. مثل مثلا في آية كفارة اليمين قال تعالى فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. فكلمة 3 أيام هل هي متتابعة ولا صوم يوم وتفطر يوم؟ ولا جاءت قراءة عن ابن مسعود فصيام 3 أيام متتابعات. متتابعات لا يعتبر قرآنا لأنه غير متواتر، ولكن طالما ثبت عن صحابي بالطريق الصحيح المشهور أو المتواتر أنه قرأ بها كقراءة نعتبرها مثل الحديث تفسير للقرآن. فلذلك يجب عند الأحناف أن تصوم كفارة اليمين 3 أيام متتابعات. صيام 3 أيام متتابعات ليس متواترة ولكن قراءة مشهورة عن ابن عباس.
القرآن له أسماء متعددة ذكرها القرآن نفسه وله أوصاف. أهم أسماء القرآن اثنان: القرآن والكتاب. القرآن قال الله سبحانه وتعالى: إنا نحن نزلنا القرآن وإنا له لحافظون. فتبارك الذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق، سماه الله أيضا الكتاب. إنا أنزلنا إليك الحق، إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين، فسماه الله سبحانه وتعالى كتاب، وأطلق عليه اسم أيضا القرآن. قال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. فإطلاق القرآن عليه لأنه يقرأ ويتلى، وإطلاق اسم الكتاب عليه لأنه يؤخذ مكتوبا أيضا. فيسر الله تبارك وتعالى حفظ القرآن لأمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة عن طريقين أساسيين، وهو المشافهة والمكتوب في المصاحف. فلا يكفي أن يكون المسلم يقرأ القرآن من المصاحف، بل ينبغي أن نأخذه من الشيخ الذي قرأ عن شيخه عن شيخه عن شيخه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالقرآن نقل إلينا بطريقين: طريق المشافهة وطريق الكتابة في المصاحف. ولذلك اللي ما قرأ القرآن عن طريق مشايخه، في طالب من الطلاب، طالب بكالوريا مع الأسف، اخ البكالوريا بس ما هو دراسة في المدارس الرسمية، درس لحاله وقدم امتحان وكذا، اجوا بدي يسألوا اختبار، قالوا اقرأ سورة البقرة اولا، قال ألم ذلك الكتاب. شلون ألم؟ قال ألم يعني بتألم. قال له ألف لام ميم. إذا القرآن يؤخذ مشافهة عن شيوخنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن طريق المصاحف، فما لم يكن موجودا في المصاحف لا نعتبره قرآنا، وإذا كان موجود في المصاحف نقرأه كما تعلمناه من شفاه شيوخنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا القرآن له أسماء أخرى. من الأسماء التي دل عليها القرآن، من أسماء القرآن الفرقان. قال الله تبارك وتعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وأيضا أطلق الله عليه اسم الذكر، قال الله تعالى: وهذا ذكر مبارك أنزلناه. وقال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر أي القرآن وإنا له لحافظون. سنحفظ القرآن ولا يمكن أن يدخله تحريف وتبديل مثل الكتب السماوية السابقة. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ويطلق عليه أيضا اسم التنزيل، قال الله تبارك وتعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين. هذا القرآن تنزيل رب العالمين، فيطلق عليه التنزيل. وله أوصاف كثيرة، منها نور. قال الله تعالى: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا، أي أنزلنا هذا القرآن نور يبين لكم فيه الطريق الصحيح. وأيضا يطلق على القرآن وصف مبارك من البركة. قال الله تعالى: وهذا كتاب، يعني القرآن، وهذا كتاب أنزلناه مبارك، أي موصوفا بصفة البركة، مصدق الذي بين يديه. وأيضا يطلق عليه أيضا نور مبين. قال الله تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. فالمراد بالنور المبين بكتاب المبين هو القرآن، وصفه الله بأنه مبين يبين الحقائق. أول ما نزل من القرآن قوله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وآخر ما نزل من القرآن قوله تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. قال ابن عباس رضي الله عنه: نزلت آخر آية: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون.
نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يقبض بتسع ليال، وقال عليه الصلاة والسلام اجعلوها، يعني ضعوا هذه الآية على رأس 280 من البقرة، عدوا 280 آية من البقرة وضعوا هذه الآية، وهي آخر آية نزلت من القرآن. أفلا يتدبرون. إذا عرفنا أول آية نزلت من القرآن وآخر آية نزلت من القرآن، فهذا القرآن له تنزلات، لم ينزل جملة واحدة كما أنزلت الكتب السماوية السابقة. الله أعطى الألواح إلى موسى، كل الوصايا في ألواح، قال له خذها لبني إسرائيل. الإنجيل أنزل جملة واحدة على عيسى. داود، وأتينا داود زبورا، أنزل عليه الزبور مرة واحدة. أما القرآن نزل بشكل غير الشكل الذي أنزلت فيه الكتب السابقة. فصل القرآن من اللوح المحفوظ، من سجل علم الله تبارك وتعالى. قال تعالى: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. وفصل من هذا اللوح المحفوظ بأمر من الله تبارك وتعالى وبقدرته وبعلمه، وأنزل إلى السماء الدنيا، إلى بيت العزة في السماء الدنيا، ثم نزل به جبريل مفرقا منجما، يعني مفرقا مثل النجوم، كيف متفرقة، تنزل آية تنزل آيتين تنزل جزء آية، مفرق على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا كان هذا بالنسبة للقرآن؟ نزوله من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا ليعلم الله الملائكة أن هذا القرآن له قدر معين حيث وجد وأنزل إلى اللوح، إلى بيت العزة في السماء الدنيا، فله وضع غير الكتب السابقة. ثم ينزل به جبريل مجزأ على محمد صلى الله عليه وسلم، وهو يعطي بهذا التنزيل المجزأ إعجازا يدل على أنه لا يمكن لبشر أن يأتي مثل هذا القرآن مجزأ أجزاء أجزاء ثم يفصل ويأتي بمعلومات متماسكة متناسقة تهدي إلى صراط مستقيم ليس فيها خطأ ولا تناقض. فالله تبارك وتعالى قدر نزول هذا القرآن من اللوح المحفوظ، وكما كتب في اللوح المحفوظ كل شيء يفعله الله، وهذا سجل علم الله سبحانه وتعالى اسمه اللوح المحفوظ، كل شيء يجري على الإنسان من خلق أو مرض أو شدة أو كذا أو غنى أو فقر، كل شيء، كل الموجودات في سجل علم الله تبارك وتعالى. ولماذا يعلمنا الله سبحانه وتعالى أنه قدر كل شيء لنؤمن بالإمام والقدر؟ بينته الآية القرآنية لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. يقول الله سبحانه وتعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم، من مرض مثلا أو شيء، إلا في كتاب، في سجل علم الله سبحانه وتعالى، من قبل أن نبرأها، من قبل أن نوجدها، إن ذلك على الله يسير. لكي لا تأسوا على ما فاتكم، إذا فاتكم شيء ما يحترق قلبكم عليه، لا خلاص هيك الله قدر. تستطيع تأخذ شيء ما بدي يعطي الله؟ لا، إذا شيء ما هو لك مستحيل يوصلك. أحد الأشخاص، دائما أذكر هذه القصة الواقعية الحادثة، كان يأكل حبات عنب، أخذ حبة عنب يضعها عنقود عنب به، أخذ آخر حبة بقدر الله ما إله، حطها في تمه بدي يبلع 10 دقائق، ساعات طالت الحباية، مر قدامه في جنينة البيت ديك الدجاج، لقط الحباية وراح، فحباية العنب ما يقلو لديك الدجاج. المؤمن يعلم هذا، أنه بقضاء الله وقدره، ما هيك اعتباط، لا. فإذا فاته شيء ما بحزن عليه، بيصبر، بيعرف أنه هيك الله قدر. وإذا أصابه خير ما ببطار، لا، بيعرف انه هذا من الله والله قدر، فيشكر الله ويزداد شكرا لله وخضوعا لله. وهذا ما اشارت اليه الايه، لكي لا تاسوا على ما فاتكم
ولا تفرحوا بما أتاكم، يعني ما تغتروا بما أتاكم أظنوا أن الله بيعطيكم لأنه أنتم بيحين، لا، قد يكون يعطيك الله للابتلاء والاختبار. وقال تعالى وكل صغير وكبير مستطر، يعني مسجل في علم الله سبحانه وتعالى، فما في شيء في الكون بصير إلا بقدر الله. نود أن نلفت النظر بإشارة سريعة، ما يجري معنا نحن في سوريا هذا بقدر الله، الحكمة لم نطلع عليها وقد تظهر فيما بعد. الله سبحانه وتعالى رحيم بعباده، فإذا أراد أن يعرفهم الخير ربما لم يعرفوه بأنفسهم وغفلوا عنه وحفظوا الدنيا ونسوا الآخرة، فرب العزة سبحانه وتعالى يبتليهم ليبين لهم ولغيرهم من المسلمين أن الأمور بيد الله، فعليهم أن يرجعوا إلى الله وأن الله ناصرهم إن تمسكوا بحبل الله المتين وبكتابه المبين. بقي عندنا أن نوجه بعض الآيات ونوضحها التي قد تشتبه على بعض الناس. الله تبارك وتعالى يقول شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. إذن شهر رمضان أنزل فيه القرآن. قال الله تبارك وتعالى أيضا إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما أنزلناه، يعني أنزلنا القرآن في ليلة القدر. وقال تعالى في الآية الثالثة إنا أنزلناه في ليلة مباركة. جاء رجل إلى ابن عباس رضي الله عنه وقال يا ابن عباس، أوقع في قلب الشك قوله تعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة وإنا أنزلناه في ليلة القدر وشهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وهذا يعني القرآن نزل في محرم وفي صفر وفي ربيع، يعني نزل القرآن مفرقا، تنزل آية آيتين خمسة واحدة نص آية، فكيف يكون هذا أنزل في ليلة مباركة؟ فقال ابن عباس رضي الله عنه فصل القرآن من الذكر، يعني من اللوح المحفوظ، إلى السماء الدنيا في شهر رمضان في ليلة القدر في ليلة مباركة، فأنزله الله إلى بيت العزة في السماء الدنيا. فليلة القدر هي الليلة المباركة، وشهر رمضان فيها ليلة القدر، إذا أنزل القرآن في شهر رمضان في الليلة المباركة إلى بيت العزة من السماء الدنيا، ثم نزل به جبريل منجما يعني مفرقا كالنجوم، تنزل الآية تنزل آيتين مع بعض، فثبت أنه نزلت آيات براءة السيدة عائشة 10 آيات نزلت جملة واحدة، ونزل قسم من آية من الفجر نزل أيضا لوحده. فإذا قد تنزل آيات كثيرة وقد تنزل آية وقد تنزل آيتين وقد تنزل جزء من آية في وقت معين، فالله تبارك وتعالى فرق هذا القرآن وأنزله لحكم كثيرة. لماذا أنزل الله القرآن منجما يعني مفرقا؟ هناك حكم كثيرة لنزوله على محمد صلى الله عليه وسلم مفرقا، أم ينزل جملة واحدة؟ أولا ليشعر أهل الأرض والملائكة أن هذا القرآن له وضع خاص غير الكتب السماوية السابقة. ثانيا تثبيت فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو قومه إلى الله فيؤذونه ويكذبونه، ففي تجديد الوحي يكون تثبيت لقلب النبي صلى الله عليه وسلم وتمكن لقلبه وشعور بأن الله لا يتخلى عنه، فتارة تنزل عليه آيات واصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، وتارة تنزل عليه قوله تعالى والله يعصمك من الناس وغير ذلك، فأيضا تيسير حفظه على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا أميين
يصعب عليهم أن يحفظوا كل جملة واحدة، ولكن لما كان ينزل آية بعد آية يحفظوها، أو خمس آيات خمس آيات فيحفظونها. ولم يتوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وكان أكثرهم حافظا للقرآن، والحمد لله رب العالمين.